خطوات عمل الإحالة سهلة جدا. أول حاجة إحنا بننشئ الإحالة على حسابنا في جوجل أدز، بندخل جوجل أدورد بتاعنا وبعد كده بنبتدي ننشئ الإحالة من خلال قسم اسمه القياس، وبنعمل منه إنشاء إحالة بنسميها وبنكتب البيانات بتاعتها وبنملى الأبليكيشن، وبكده بننشئ حاجة اسمها استراتيجية أو خاصية الإحالة الناجحة على الحساب الإعلاني نفسه. بعد ما بخلص إنشاء الإحالة دي بيديني كود، كود عبارة عن مقتطعين يعني أو جزئين، كود مقسوم على نصين، تمام؟ الخطوة الثانية بنسخ أنا الكود ده. طبعا أنا مش بنسخ الكود كله، أنا باخد عبارة عن كود كده زي رقم معين من الكود كل من الكود الكلي، رقم معين صغير أو مجموعة حروف مع رقم، باخدها أنسخها وبعدين أروح داخل الموقع بتاعي اللي هو البرودكت أد سيرفيس ده على الصفحة بتاعتي في مكان معين، أضيف الأكواد دي للصفحة بتاعتي. بعد ما بخلص الإضافة بشغل الصفحة بتاعتي اللي هي بتاعت الموقع وأنقر على أزرار الاتصال اللي موجودة فيها مرة أو مرتين خلال ساعة. بعد ساعة أو ساعتين ممكن توصل لثلاث ساعات هتلاقي الإحالة عندك تم تفعيلها بصورة كاملة. هنطبق مع بعض الخطوات دي. أول خطوة بروح على الحساب الإعلاني بتاعي وأعمل تسجيل دخول على جوجل أد أو جوجل أدورد. بعدين بختار الحساب لو عندي اكتر من حساب اعلاني، بيبتدي يعمل لي لود للحساب الاعلاني بتاعي. بعد كده بروح على زي ما قلنا حاجه اسمها القياس، هلاقيها فين دي؟ هلاقيها في الادوات والاعدادات، تفتح الادوات والاعدادات وبعدين بختار القياس وبعد كده الاحالات الناجحه. طيب الطريقه دي اسمها طريقه العرض اللي هو عرض الخبير او وضعيه الخبير. في طريقة عرض مختلفة ممكن تعمل تبديل ليها من هنا لو انت لقيت شكل الموقع عندك او الجوجل ادورد عندك مختلف عن المنظر اللي ظهر قدامك ده، فبتعمل تبديل من هنا لطريقة العرض، هتلاقي الزر ده موجود قدامك تبدل للشكل اللي ظهر قدامك ده عشان ده الاسهل بالنسبة للتعامل. يبقى نختار من هنا الادوات والاعدادات، بعدين القياس، بعدين نختار الاحالات الناجحة. هيفتح معايا الاحالات الناجحة بالشكل ده. طبعا احنا عارفين زي ما قلنا لو قدام احاله ناجحه لا توجد احالات ناجحه حديثه، دي معناها ان الاحاله دي سليمه ومتفعله، اما لو موجود قدامها لم يتحقق منه يبقى كده الاحاله لسه ما تمش تفعيلها. هنشئ احاله جديده من خلال اجراء احالات ناجحه جديده او عرض كل الاحالات الناجحه، لان الاجراء ده ممكن يدي لك اعدادات الاحالات الناجحه اللي موجوده قدامك، فهقول له عرض كل الاحالات الناجحه. دي اول خطوه. هلاقي هنا علامة بلس ظهرت وده الأفضل عشان أنشئ إحالة ناجحة بشكل سليم، هتك على علامة بلس لإنشاء إحالة ناجحة جديدة. بيقول لي الإحالة الناجحة بتاعتك على الموقع الإلكتروني ولا المكالمات الهاتفية، عموما هي مش هتفرق كتير لأن هنا برضو في اختيار خاص بالموقع الإلكتروني اللي هو النقر على الرقم على الموقع الإلكتروني، رقم هاتف موجود على الموقع الإلكتروني، بس إحنا بنختار الموقع الإلكتروني لأنها أسرع شوية في الربط، فهضغط كليك على الإحالات الناجحة للموقع الإلكتروني. هيقول لي ضيف النطاق بتاعك او الموقع الالكتروني بتاعك هنا في المكان ده، واللي هو مين ده الموقع الالكتروني؟ اللي هو الصفحه الخاصه بيك. فهرجع الموقع بتاعنا وهعمل تسجيل دخول واختار تسجيل الدخول واختار البيانات بتاعتي اللي انا عملتها او الصفحه بتاعتي اللي انا انشاتها، اليوزر نيم والباسورد بتوعي، وبعدين هقول له دخول. هيظهر لي تلقائيا الكنترول بتاعتي او لوحه التحكم، هختار صفحتي، هيظهر لي رابط الصفحة فوق، هبتدي انسخ رابط الصفحة، طبعا عشان احنا هنا مش ظاهر معانا فانا هصغر الشاشة شوية، ده رابط الصفحة اللي موجود اللي انا هنسخه، تمام؟ هظلله كده بالشكل ده كده واخده كوبي اللي هو رابط الصفحة اللي انا بشتغل عليها. بعدين بروح جوجل اد واقول له والله النطاق بتاعي او رابط الصفحة بتاعتي اهو بيست، وبعدين اقول له فحص، بيبتدي يعمل لي فحص او لود كده يتاكد ان العلامات البرمجية سليمة وانها مش مضافة اصلا سابقا يعني، تمام؟ هنزل تحت بعد ما عمل الفحص بتاعي وهقول له انزل كده معايا تحت، هختار اضافه اجراءات احاله ناجحه يدويا، اضافه اجراءات احاله ناجحه يدويا، ما بضيفش هنا حاجه لا تحديد ولا عنوان يو ار ال ولا الحاجات التلقائيه، بعملها يدوي، اضافه يدويه، هتك هنا كده. هيبتدي يعمل لي لود للصفحه بتاعتي، هنا بيقول لي انت عايز تعمل ايه في الاحاله الناجحه؟ ايه الاجراء اللي انت عايز تتتبعه على موقعك؟ فهفتح هنا كده واقول له والله الاجراء ده خاص بجهات الاتصال، يعني العملاء اللي ممكن يتصلوا على نشاطك التجاري من خلال الهاتف او الرسائل او البريد الالكتروني او المحادثه الواتساب او الماسنجر او الروابط اللي موجوده جوه موقعك كازرار تواصل، يبقى انا بختار فئه العملاء المحتملين جهات اتصال.
بعد كده بختار تحت بيقول لي اسم الإحالة، ده مهم جدا عشان انا هحتاجه جوه الموقع بتاعي. زي ما قلنا في الموقع بتاعي بيطلب مني ثلاث معلومات او بيطلب مني معلومات من ضمنها اسم الإحالة الناجحة او اسم الإحالة بتاعتي، فانا هسمي الإحالة دي مثلا كول اللي هو الاتصال مثلا 2021 عشان ابقى عارفه، تمام كده. او ممكن اسميها مثلا كول برو بي ار او عشان ابقى فاكر اسم الايه الاحاله بتاعتي، خلاص. بعدين بيقول لي هنا القيمه المستخدمه للاحاله، لازم تستخدم قيمه عشان تعرف عدد الاحالات، فيفضل ان انت تقول له استخدم نفس القيمه لكل الاحالات اللي عندك. يعني ايه قيمه؟ يعني هيرمز لك لكل احاله ناجحه بايه، برقم، تدي له رقم، لكن مالكش علاقه بانها جنيه مصري ولا دولار ولا اي عمله، لان دي مش محاسبه على الاحاله الناجحه، ده مجرد رمز للاحاله الناجحه. يعني كل ما يحصل احاله يكتب لك قصادها في خانه الاحالات رقم، يقول لك مثلا حصل احاله واحد، حصل اثنين، حصل ثلاثه، يبقى كده عدد احالات معينه. فهنا بختار واحد عشان يحدد لي لكل احاله رقم او يرمز لكل احاله برقم واحد، فاقدر احسب عدد الاحالات اللي جات لي قد ايه. بعدين هنزل لتحت شويه، هنا بيقول لي يرجى اختيار عدد الاحالات الناجحه التي يتم احتسابها لكل نقره او تفاعل. طبعا واحده، كل نقره او تفاعل ده يعتبر احاله ناجحه واحده، تمام. برضو هنا في ملحوظه مهمه، العميل اللي بيدخل ينقر مره عندك على زر الاتصال كده بحطه سيبت احاله ناجحه. لو انت اخترت الكل يبقى معناها انه لو نقر تاني تتحسب احاله ناجحه تانيه، لو نقر تالت تحسب إحالة ناجحة تالتة، وانت هتدفع تمن كل ده. لكن لما بختار واحد فقط يبقى ده معناه ان انا بقول له الإحالة اللي الشخص هيضغط من خلالها على زر الاتصال تحسبها له، لو ضغط تاني خلاص كده ما تتحسبش حاجة مهما ضغط بقى 100 مرة. فكده انا بحمي نفسي من انظمة الهاكينج او النقرات الوهمية او النقرات اللي ممكن تجيلي من عميل اكتر من مرة حتى لو بسبيل الخطأ، فبالتالي ما تتحسبش، يتحسب فقط اول نقره او على الاقل اخر نقره. يبقى بالنسبه لي اول نقره او اخر نقره، المهم نقره واحده فقط هي اللي تحسب كاحاله ناجحه وادفع ثمنها. طيب هنا بيقول لي فتره الاحاله الناجحه، الخطوه اللي بعديها فتره الاحاله الناجحه الناتجه عن النقر، يعني يقعد قد ايه يحسب لك الاحاله الناجحه دي، مده قد ايه. طبعا هو يوم واحد، انا مش محتاج كل الايه الايام دي، انا محتاج يوم واحد فقط لا غير يحسب لي فيه، لان انا اعلاني يومي ما هوش اعلان بياخد مدد يعني طويله، تمام. كذلك فترة الإحالة الناجحة لعرض مطول للإعلان، يعني بمعنى أصح لو أنا هعمل إعلان لمدة أطول، فالإحالة الناجحة مثلا لو العميل شاف الإعلان النهاردة ونقر بكرة تتحسب عليا من ضمن تكلفة النهاردة بس تتحسب بكرة؟ لا، مش عايز الكلام ده، أنا عايز الإحالة تتحسب يوم بيوم، فأنا أختار من هنا يوم واحد فقط، يبقى كلها واحد واحد واحد، تمام. بعد كده بختار النقرة، هنا بيقول لي نموذج الإحالة الناجحة. يعني إيه نموذج الإحالة الناجحة؟ يعني العميل انهي نقره اللي هنحسبها له، النقره الاولى ولا النقره الاخيره ولا خطي اي نقره ينقرها في اي وقت في اي مكان، ولا مع مرور الوقت النقره اللي يقعد فيها وقت طويل او وقت قليل، الاستناد الى المكان او الموضع اللي هينقر عليه، كل ده انا ما يهمنيش في حاجه، كل دول ما يفرقوش معاك. انت ممكن تختار النقره الاخيره للعميل، يعني يقلب براحته في الموقع نقر 100 مره، هي اخر نقره فقط هي اللي تحسب كاحاله ناجحه على الزر اللي بيتم تتبعه اللي هو زر الاتصال. هنرجع نقول انشاء ومتابعه، يعني العميل هنا لو نقر للمره الاولى على زر الاتصال ورجع نقر تاني ورجع نقر تالت ورجع نقر رابع، مش هيحسب لك غير النقره الاخيره فقط اللي هي رقم 4 كتكلفه. بعدين اقول له انشاء ومتابعه، هيبتدي يعمل لود للاعدادات العامه ويدي لك الكود اللي احنا بنتكلم عنه في الايه الخواص بتاعتنا، الحته اللي احنا قلناها اللي هو الكود. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ كده انشانا الاحاله وهنبتدي نعمل نسخ للكود او المقتطف اللي هو موجود جوه الكود اللي فيه الاحاله الناجحه. هتك هنا على اضافه العلامه او الرمز او الكود الى الموقع اهو بنفسي، لان انا اللي هضيفها. هلاحظ هنا بيديني رمز بيقول لي اطلع على الرمز الذي يخص ال HTML اللي موجود قدامك، يعني ده رمز كودي عباره عن كود برمجي. هتلاحظ معايا ان الكود مقسم الى جزئين، ادي الجزء الاول اسمه تنزيل المقتطف او عشان انزل الكود ده واقدر استخدمه، وانزل تحت كده شويه بيقول لي والله انت هتتبع ايه؟ ان تحميل الصفحه، يعني مجرد ما الصفحه تفتح مع العميل هنبتدي نتتبعها ولا النقر؟ لا طبعا انا عايز النقر، لان انا بتتبع ايه؟ بتتبع النقر على زر الاتصال، فهضغط على النقر وهنزل لتحت كده شويه هيديني الكود الثاني. يبقى انا عندي كودين، ادي الكود الثاني وادي الكود الاولاني، مقتطفين بنسميهم مقتطفين، المقتطف الاول والمقتطف الثاني، تمام كده؟ طيب
ايه المطلوب من المقتطفين دول؟ مطلوب مني ثلاث معلومات جوه الموقع بتاعي. تعالوا نشوف، نروح الموقع بتاعنا لوحه التحكم، هقول له والله تسجيل دخول او دخول الى حسابي او الاعدادات او اللي هي لوحه التحكم بتاعتك، واروح عند الاحالات الناجحه اشوف هو طالب مني ايه بالظبط في البيانات اللي هو عايزني اعمل بيها احاله ناجحه. هنزل تحت كده اختار التتبع والاحالات، او من هنا كده اروح عند التتبع والاحالات سواء دي او دي، الاثنين واحد، فهتك على واحده فيهم هينقلني للمطلوب من الايه الاكواد. هنا كان في حاله سابقه انا كنت بجرب عليها، هنشيلها طبعا ونشوف ايه اللي ظاهر مكانها، وهنشيل برضو هنا الكلام اللي كان مكتوب ده، ونشيل كمان الاخيره عشان نتاكد ان الدنيا تمام. لاحظ كده معايا هنا بيطلب مني ايه. اول حاجه بيطلبها مني اسم الحمله او الاحاله، هي اسم الحمله تعتبر اسم الاحاله، تمام. طب فين اسم الاحاله ده، اجيبه منين؟ تعالى كده معايا، فاكر الاسم اللي احنا سميناه للاحاله الناجحه؟ لو رجعنا كده للمقتطف بتاعنا عشان نشوف اسم الاحاله الناجحه موجود ايه، هتلاقيه مكتوب هنا اهو، كول برو. فاكرين احنا سميناها كول برو، احاله كول برو اهي، احنا سميناها الاسم ده واحنا شغالين في الانشاء، مظبوط. هاخد الاسم ده فقط، الحته دي بس اللي هي كول برو. بس لو جيت تنسخ هنا مش هتلاحظ ان هو بيظلل لك كل الكود، انا مش محتاج كل الكود، عايز الحته دي بس. لا ما بيظللهاش، فانا عشان اتعامل مع الكود ده لازم انزله عندي على الكمبيوتر او الموبايل من خلال تنزيل المقتطف اهو. هينزل لك في شكل ملف نص كده بسيط، تتك عليه هيفتح معاك بالمنظر ده كده. هنا ايفنت سنيبت فور كول برو. طب ايه ايفنت سنيبت فور دي؟ ما هي دي اللي مكتوبه هنا، هي لاحظ معايا في اعدادات الموقع بتاعنا ايفنت سنيبت فور اكس اكس اكس، هو عايز ايه؟ عايز الاكس اكس اكس دي، هي دي بس اللي انت هتحطها له هنا. يبقى هو بيطلب مني الاكسات فقط، لاحظ معايا الاكسات اللي مكتوبه هنا دي، بيطلب مني مش الكود كله، مش من اول السطر لاخر السطر، بيطلب مني الجزء المشار له بالاكس فقط لا غير، الجزء المشار له بالاكس فقط. ومديني هنا ملحوظه، مرحبا بك يا احمد، الرجاء ملء الخانات التي تعبر عن اكس 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 فقط، يعني املا مكان الاكسات بس، هاتوا من الكود وضيفه هنا، ما تجيبش الكود كله. طيب ادي الكود كله، انا عايز مكان الاكسات، لاحظ معايا هنا مكتوب ايفنت سنيبت 4 والاكسات، ادي ايفنت سنيبت 4 وادي الاكسات مكانها اللي هي الاسم ده كده بالظبط. طبعا دي كونفرزيشن بيج، دي مش عايزينها، احنا عايزين بس المكان ده فقط لا غير، اللي هو اسم الاحاله الناجحه اللي احنا عملناها. ادي اسم الاحاله الناجحه. او لو انت مسميها عربي ممكن تسميها، تكون مسميها عربي او مسميها فرنساوي، سميها زي ما يعجبك، اي اسم يعجبك، المهم ان انت تبقى مسميها من بدايه الانشاء. يعني واحنا شغالين بننشئ الاحاله الناجحه، في خطوه الانشاء بنسمي الاحاله الناجحه اسم مناسب عشان نستخدمه بعد كده. طيب طالب مني ايه تاني في الموقع بتاعي؟ طالب مني حاجه اسمها الكونفرزيشن اي دي. تعالوا نبص كده هنا، في حاجه اسمها كونفرزيشن اي دي، مش موجود في الكود ده، يبقى موجود في المقتطف الثاني، عشان احنا قلنا ان احنا عندنا مقتطفين، احنا نزلنا الثاني عشان الثاني موجود فيه الاسم. يبقى هرجع اروح انزل الاولاني عشان اجيب منه الكونفرزيشن اي دي، بس الاول ادور عليها هل هو موجود ولا لا. لاحظ كده معايا حاجه اسمها اي دي اهي، شايفها اي دي، ادي الاي دي اللي احنا عايزينه، تمام. طيب عشان انزله اعمل تنزيل للمقتطف اهو، وافتح العلامه دي واشوف الاي دي اللي هو طالبه مني. هنا بيقول لي عايز الكونفرزيشن اي دي. طب عايز الاي دي كله، الاي دي هتلاقيه في الاخر هنا كده، بس هنجيب الصفحه دي عشان تظهر معانا بالمنظر ده كده، ادي الاي دي اهو. طب هناخد الاي دي ده كله؟ لا، شوف هو طالب منك ايه. بص كده معايا، الاي دي بيقول لي داتا كونفيج اي دبليو شرطه وبعدين الاكسات، يبقى كل ده انا مش عايزه، انا محتاج بس الاكسات فقط، الرقم بس. تعالى كده في المقتطف اللي نزلناه، ادي الاي دي اي دبليو شرطه وادي الرقم، يبقى انا كل اللي انا هستخدمه الرقم فقط. هاخد الرقم ده كده كوبي، يبقى مش هاخد من اول الاي دبليو، مش هاخد من اول الاي دي، لا هو طالب مني الرقم بس، عامل لي اكسات على الرقم ده، يبقى هو ده بس اللي انا هنسخه. هاخد الرقم ده كده كوبي اهو، وبعدين هاجي هنا كده مكان الاكسات زي ما هو بيقول لي. طبعا اللي مكتوب ده معناه ان هو موجود اصلا في الموقع، فاللي انت مطلوب منك تضيفه هنا مكان الاكس فقط، الحاجات اللي ناقصه بتاعت الاكسات. اروح ضايف مكان الاكس الكود بتاعي اللي انا نسخته اهو، الرقم. وبعدين اشوف المطلب الثالث، بيقول لي هنا مطلب اسمه سند تو، برضه هتلاقيه بادئ ب سند تو اي دبليو مش عارف ارقام، وبعدين سلاش وبعدين اكسات. عايز انت ايه؟
الاكسات فقط. تعال نشوف السند 2 دي موجوده فين، في الاولاني ولا في الثاني. احنا كده فاتحين الايه الاولاني اهو اللي هو فيه لا ده الثاني اللي موجود فيه الاسم اللي احنا نسخناه. هنلاحظ كده بص معايا تحت كده سند 2. طبعا خلوا بالكم ان احنا فاتحين ملفين، ماشي يا جماعه؟ فاتحين ملفين، ادي ملف اوكي وادي ملف، اللي هم الكودين اللي هم دول على جوجل ادورد. ادي المقتطف الاول وادي المقتطف الثاني اللي هم تحت، الكودين دول فاتحينهم عشان نقدر ننسخهم يعني ونتعامل معاهم. خلاص طيب هشوف السند 2 موجوده فين. مش موجوده في الملف ده، موجوده في الملف الثاني اهي. سند 2 AW. انا مش عايز ده كله ولا الرقم ده كمان، انا عايز من بعد السلاش. فين بعد السلاش؟ ادي السلاش اهي. يبقى فيما بعديها انسخه. مين اللي قال ان انا هنسخ اللي فيما بعدها من بعد الشرطه؟ الموقع بتاعنا، هنشوفه كده كوبي وبعدين نروح الموقع بتاعنا. هتلاحظ ان هو كاتب لك ايه، كل ده موجود، انا عايز الاكسات بس اللي بعد السلاش اهي. اروح ضايف الكلام اللي انا نسخته هنا، وبكده انا انشات الاحاله الناجحه او اضفت كود الاحاله الناجحه داخل الموقع بتاعي. وبعدين هعمل له حفظ، هيقول لي تم الحفظ بنجاح. يبقى كده تم اضافه الاحاله الناجحه داخل صفحتك. هروح على جوجل ادورد واقول له هنا والله خلاص انا خلصت، اللي هي الحته اللي فيها المقتطف بتاعك دي اللي هم دول. احنا كده خلصنا، نسخنا النص بتاعنا ونسخنا الكود وثبتناه هناك. هقول له هنا كده التالي، بيقول لي الخطوة الأخيرة تم إعداد الإحالة الناجحة كول برو بنجاح. أنا أقول له تم كده، خلاص تم ربط الإحالة الناجحة. أدور عليها كول برو، شايفها ومكتوب قدامها إيه؟ لم يتم التحقق منه، وموجود جواها الحاجات اللي إحنا قلنا عليها، رقم واحد ويوم واحد والقصص دي. عشان تتحول لم يتحقق منه إلى لا توجد إحالات ناجحة حديثة، أو بمعنى عشان الكول برو دي تتفعل وتبقى إحالة ناجحة مفعلة داخل حسابك الإعلاني، لازم أروح على حسابي اللي هو ده وأستعرض الصفحة بتاعتي أهو، أشغلها يعني، وأبتدي أتك على أزرار الاتصال دي. ويا ريت يكون من الموبايل، يعني ابعت لنفسك رابط الصفحة دي على الموبايل وابتدي استخدم الواتساب تك عليه، وابتدي استخدم زر الاتصال التك عليه بالشكل ده كده، كأنك يعني بتستخدمه، كأنك بتفعله، كأنك عميل زائر، عشان جوجل تبتدي تقرا الكود وتبتدي تقرا الاحاله وتفعلها لك. واتك على زر الواتساب كده ينقلني برضو للواتساب، وهكذا استخدمهم مرتين ثلاثه، و على الموبايل او على اللابتوب او على التابلت كمبيوتر اي حاجه كم مره كده خلال ساعه، وارجع كمان بعديها بنص ساعه ولا حاجه اعمل مره كمان. وبعدين المده بتاعت الاحاله الناجحه هتاخد معاك قد ايه وقت. تعال نشوف هو قايل لنا المفروض انها تاخد قد ايه وقت جوه جوجل نفسه. نقول له والله لم يتحقق منه، ده تخلص امتى؟ اقرا كده معايا، لم يتم التحقق منه، لم نتحقق من علامتك بعد، وهو ما يستغرق عادة 3 ساعات على الاكثر بعد زيارة مستخدم لصفحتك. صح كده؟ بعد زيارة ايه؟ مستخدم لصفحتك. يعني لازم مستخدم يدخل يزور صفحتك وينقر على الازرار اللي موجودة جواها، وتعد بعد كده حوالي 3 ساعات فيتم جوجل، يكون جوجل اكتف الاحاله دي وربطها واصبحت فعلا مفعله. تمام؟ طيب هنا كمان بيقول لي للمساعده في تسريع هذه العمليه يمكنك زياره الصفحه لتشغيل هذه العلامه. يعني ايه؟ يعني حاول تزور الصفحه وتشغل العلامه دي عشان تدي لك نتيجه بشكل اسرع. فانت افتح الصفحه بتاعتك على موبايل، افتحها على لابتوب او تابلت او كمبيوتر، واتك على ازرار الاتصال كذا مره، وسيبها حوالي ساعة كده وارجع اعمل الحركة دي تاني، وسيبها كمان ساعة. خلال الساعتين دول او الثلاث ساعات دول هيتم تفعيل الإحالة الناجحة، ويظهر لك قدامها هنا لما تعمل ريفرش لا توجد إحالات ناجحة حديثة. ده معناه إيه؟ معناه إن الإحالة تم تفعيلها وتقدر تستخدمها في الحملة الإعلانية بتاعتك بصورة مباشرة كاستراتيجية تسعير متكاملة. بكده يبقى أنشأت إحالة ناجحة فعالة، وإن شاء الله تفيدك في حملاتك الإعلانية. الخطوات مرة تانية بشكل مختصر: إنشاء الإحالة على حسابك على جوجل أدورد، ما انساش إني أنا أحتفظ بالمعلومات اللي أنشأت بيها الإحالة زي اسم الإحالة، زي السند 2، زي الأي دي، بنسخ الأكواد دي أو بنسخ الكود ده من خلال تنزيل المقتطف اللي هو بيديهوني، وأضيف الأكواد دي للموقع بناءً على طلباته داخل الموقع بالشكل اللي بيظهر قدامنا بالمنظر ده. وما انساش ان هو بيقول لي ضيف الاكس فقط، الحاجات اللي هي معبر عنها بالاكس فقط. يعني لو شلنا اسم الحمله بيبقى هو اسم الاحاله الناجحه، وبعدين الاي دي
نشيله كده هيبقى عندك الاكسات فقط هي اللي انا بضيفها اللي هي رقم الاي دي، وبعد كده موجود عندك هنا السند تو اللي بجيبها من الكود او من المقتطف هي فقط اللي انا بضيفها اللي هي الجزء اللي فيه اكسات، لكن الجزء اللي قبله ده ما بضيفوش لان هو موجود تلقائيا في الموقع. بيصبح شكل الاحاله بعد ما بيتم اضافته بالمظهر ده بسيبها وبحتفظ بيها، وبعدين بشغل الصفحه بتاعتي من خلال الصفحات او من خلال الصفحه اللي هي موجوده هنا كده الواجهه او الصفحه، وببتدي انقر على ازرار الاتصال عشان افعل الاحاله الناجحه على الموقع بتاعي، ومجرد تفعيلها بيظهر لي هنا قصادها مباشره لا توجد احالات ناجحه حديثه بدل كلمه لم يتحقق منه. ده بياخد وقت حوالي 3 ساعات اوتوماتيك اقدر استخدمها في استراتيجيه التسعير بتاعتي. ودي كانت الشروحات الخاصه بازاي انشئ الاحاله الناجحه وخطواتها وربطها بالموقع او الصفحه اللي انت انشاتها عندنا. هنكمل طبعا ازاي اربط بقى استراتيجيه الاحاله الناجحه دي بالتسعير في الحملات الاعلانيه وبتفاصيل اخرى خاصه بالحملات الاعلانيه، وازاي استخدم الاحاله باكتر من طريقه جوه الحمله بحيث ان انا اقلل من التكلفه واقلل من النقرات الوهميه وازود من معدل التحويل العالي وازود من كميه الاتصالات اللي بتجيلي وبالتالي كميه المبيعات، وان شاء الله يكون الموقع موفق معاك. بالتوفيق، شكرا ليك.